العليم. قذائف يدوية الصنع تم إلقاها من الطائرة المروحية على قرية دير سمبول 1/9/2012. وبشار الأسد بدي أقف إطلاق النار، بقول بدي أقف إطلاق النار. ألغام قذائف يدوية الصنع تحتوي على شظايا من الحديد أسياخ حديد، يتم إلقاها من الطائرات الحوامي المروحية. قذائف وقنابل يدوية الصنع تحتوي على مواد أولية يتم إلقاها من الطائرات المروحية. خو 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 لا تلقط يا زلمة شظايا.